أعزائي المشاهدين، احنا معكم مباشرة من الضاحية الجنوبية للتحرك اللي عم بيقوم فيه جيجي ودحدح والشباب. شباب يعطيكم العافية. هيك الأخت عطول بتواكبني إشي، عطول يعطيكم العافية يا أخت، أهلا وسهلا. شباب، فينا نعرف شو سبب هالمظاهرة اللي عم بتقوموا فيها؟ ليك يا أخت، نحن معترضين على السنة الجديدة إشي، مش مقبول، مش مقبول ومش معقول. يلا يا دحدح. مش مقبول إشي، مش مقبول. خيي دحدح. مش مقبول. اوكي. مش مقبول. مش مقبول. مش معقول. مش مقبول. مش مقبول. برافو عليك. طيب اوكي مش مقبول فهمنا، بس ما فهمنا شو هو اللي مش مقبول. يعني شو عندكم مشكله مع هالسنه؟ انه تشكيل الحكومه مثلا؟ ليك وين بلا اشي، ليك وين بلا تشكيل الحكومه اشي. ليك يا اخي، نحن رافضين نفوت بال 2014، رافضين نفوت. رافضين نفوت بال 2014 اشي. يلا اشي على السلامه. رافضين نفوت بال 2014. برافو عليك. شو ما عم بفهم، شو مشكلتكم مع السنه؟ وين المشكله يعني؟ ما عم بفهم. ليك يا اخي، وحيد السيد حسن، نحن رح نضل معتبرين حالنا بال 2013 وتصطفر الدوله، تشوف الدوله شو بدها تعمل. ايش هيدا؟ شو بتجد يا اخت؟ نعم. يعتبروها 2015 مش مشكله. ولك 2000 عراسنا اسي، بس بدهم ايانا نقبل بال 14 ولا يمكن اسي. الله نصر الله والزرع يحييك. الله نصر الله والزرع يحييك.